في عملية جديدة تمكنت البحرية الإيطالية وحراس السواحل ليلة الخميس إلى الجمعة من اعتراض وإنقاذ أكثر من 800 مهاجر من سوريا وإفريقيا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه صقلية مرورا بجزيرة لامبيدوزا. وقالت السلطات الإيطالية أنه تم إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من موت مؤكد في عمليات متفرقة في مياه المتوسط، حيث نقلت سفينتان حربيتان إيطاليتان نحو 400 شخص كانوا على متن قوارب للعبور إلى إيطاليا. سفينتان أخريتان تابعتين لخفر السواحل الإيطالية نقلت نحو 250 مهاجر في قارب كان يواجه مشاكل قرب جزيرة لامبيدوزا. 95 شخصا آخر من إريتريا تم اعتراضهم على متن قارب جنوب الجزيرة.